أكوا ريفايتلايز ثيرابي، العلاج بالماء الساخن، للدكتور فارس الحجري. الأدلة القصصية من مستفيدي الداء السكري. شفاء مواطن سعودي من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم بعد أن توقف من استخدام الأدوية. تركت الحبوب وصرت أشرب الماء الساخن 3 لترات في اليوم. الآن أحسن من أول والحمد لله، وأكرر شكري وتقديري إليك مع خالص تحياتي لك. أهلين وسهلا بك يا أخي فارس، سلامي إليك والعائلة الكريمة. أنت ما قصرت معي، وكثر الله سعيك في خدمة المجتمع، وأنا مدين لك، والله يرعاك ويحفظك، وإن شاء الله في تقدم وازدهار. لقد أجريت تحليلات دم سكري وضغط والحمد لله كلها طبيعية عزيزي الدكتور فارس، المناسب لي حول المستجدات باللغة العربية، ولك الحمد بعد الله وشكر ودمتم. أخوك الخنيزي. انخفاض مستوى السكري من 175 إلى 84 خلال ساعة ونصف. جزاك الله خيرا على هذه الوصفة الربانية، فعلا قد جربتها وآتت بنتيجة رائعة. لقد قمت بقياس السكر وجدته 175، وقد شربت 2 كأس ماء ساخن، وبعد ساعة ونصف أعدت القياس فوجدته 84. وبارك الله فيك أخي. كم المدة التي يجب استعمال الماء الساخن للداء السكري؟ يعني مثلا 30 يوما ثم أوقف شرب الماء الساخن، أو ليس لديك مدة معينة؟ وألف شكر لك، وجزاك الله كل خير على ما قدمته للبشرية. انخفاض مستوى السكر بعد الفطور إلى ما بين 154 و162 خلال 20 يوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أشكرك على تفاعلك معي، وبارك الله فيك وربي يجازيك كل خير. أردت أن أستفسر منك، أنا منذ حوالي 20 يوما أستعمل الوصفة والحمد لله وجدتها تحسن كثير. عندي قيس مستوى السكر بعد الفطور والعشاء بساعتين، أجده بين 154 و162. المشكل هو في الصباح على الريق أجد مستوى السكر بين 155 و150، وهذا غير طبيعي. على علمي أنه يجب أن يكون مستوى السكر على الريق بين 130 و140، فهل لك طريقة كي أنزله إلى المستوى الطبيعي؟ وبارك الله فيك. انخفاض مستوى السكر من 288 إلى 128 خلال ساعة ونصف. نعم جربته والنتيجة 100% والحمد لله. سأعطيك مثال، قبل شرب الماء قمت بقيس نسبة السكر فوجدته 288، وبعد شرب الماء الساخن وأعدت القيس بعد ساعة ونصف وجدته 128، وهذه النتيجة تعتبر رائعة. انخفاض مستوى السكر إلى 138 على الريق و 145 بعد الفطور بساعتين. شكرا لك دكتور وربي يبارك فيك، سوف أطبق كل تعليماتك والحمد لله كل يوم النتيجة تتحسن أكثر.
اليوم أصبح على الريق وجدت مستوى السكر 138، وبعد الفطور بساعتين وجدته 145، والحمد لله، وربي يجازيك كل خير ويجعله في ميزان حسناتك. لو سمحت دكتور أريد إيميلك كي أتصل بك على الخاص، وألف شكر لك. تحسن وضع مريض السكري خلال 28 يوما. هذا خبر سار جدا. طيب الدكتور فارس، اسمي بابكر محمد محجوب، أنا من السودان، أعيش في الإمارات العربية المتحدة، لدي درجة الماجستير في ALT تدريس اللغة الإنجليزية، أعمل كمترجم لشرطة أبوظبي. في مايو الماضي قيل لي مصاب بمرض السكري من النوع الثاني من قبل الخدمات الطبية لشرطة أبوظبي. بدأت في استخدام اختراعك الكبير منذ 28 يوما. في اليوم الثامن بدأ مستوى الجلوكوز ينخفض إلى مستواه الطبيعي جدا. حتى هذه اللحظة في اليوم 28 وأنا أشعر بخير، لذلك فكرت في تمرير هذا الاختراع القيم جدا من قبل دكتور فارس لشعبي في وطني السودان. استنادا إلى قائمة الأمراض التي يمكن أن يعالجها الماء الساخن، قمت بإبلاغ جميع من معارفي تطبيق تجربة الماء الساخن تحت إشراف الدكتور فارس بواقع كوبين في الصباح قبل تنظيف الأسنان إلى آخره. كانت هناك نتائج ممتازة للأيام العشر الأولى، جميعهم هم من المؤمنين الحقيقيين للماء الساخن. لقد شاهدت تقريبا كل من أشرطة الفيديو الخاصة بك على اليوتيوب، ومن بينها أحب المحاضرة التي قدمت في سفارة الفلبين التي كنت تتحدث في كل هذه أشرطة الفيديو. لها معنى لأن قولك يتفق مع العلم، لم تجلب شيئا يتناقض مع العلم اليوم. مع أطيب تحيات. أنا فخور جدا عندما تكتب لي مرة أخرى، شكرا جزيلا على كل شيء. أريد أن أقول لك أن حوالي 200 من معارفي يستخدمون اختراعك الماء الساخن، وجميعهم يتعافوا بشكل كبير، وأود أيضا أن أقول لك أنهم يدعي لك كما أفعل. شفاء مريض من السكري من مستوى 270 إلى 159 خلال 26 يوما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدكتور فارس، بارك الله فيك ويا رب يعطيك الصحة والعافية. دكتور، أنا بدأت شرب الماء الساخن منذ 26 يوما، نقصت كيلو من وزني وسكري كان 270 والآن أصبح 159، وأحس بتحسن شديد بس ضغطي درجته 14/9، مع ذلك أحس بتحسن شديد. بس حبيت أقول لك هذه النتيجة فقط ب26 يوما. مع جزيل الشكر لشخصك الكريم دكتوري العزيز. شفاء رجل من الداء السكري، خلال 9 أيام انخفضت نسبة السكر إلى 132 درجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتوري العزيز، بعد استمراري على الماء الساخن وعلى الرياضة ومع نظام غذائي، وبتحديد بعد 9 أيام راجعت الطبيب وأخذت فحوصات السكر والضغط، ووجدت المفاجأة، السكر 132 درجة منتظم تماما،
وحتى الدكتور لم يكتب لي أي علاج وقال لي السكر منتظم عندك، استمر على البهريز والضغط 14/9. والحمد لله دكتوري العزيز، حبيت أقول لك هذه النتيجة. بارك الله فيك دكتوري العزيز وزادك علما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يرجى التكرم بالآتي: تسجيل اشتراكك بقناة اليوتيوب الخاصة للدكتور فارس الحجري، نشرها على معارفك ليستفيدوا كذلك، تسجيل ملاحظاتك سواء كانت سلبية أو إيجابية ليستفيدوا الآخرين، فالحياة مدرسة لا نهاية لها من العلم، فهناك كل يوم علم جديد نتعلم جميعا. فالملاحظات السلبية تساعد على التحسين والتطوير وتحقيق المزيد من العلم، بينما الملاحظات الإيجابية فهي جرعة نحو مواصلة المصير ونشر كل جديد في هذا العلم. تسجيل تجربتك، فهناك الكثير ممن يؤمن بتجارب الآخرين. أخوكم الدكتور فارس الحجري.